ده انا طلعت من العطارين اللي عشت طول عمري احلم بالشغل معاهم. انا كنت بستنى العمليه من دول عشان ما مدش ايدي في جيب حد. الحاجه وحشه، ما انتوا مش عارفين حاجه. وديك اتعرفت على عيلتك الجديده. انا بس عايز اقول لك، لو كنت بتفكر انك تعيش معانا هنا يبقى في حاجات كتيره قوي لازم تعرفها. لو فكرت ايه؟ هو الموضوع محتاج تفكير ولا ايه؟ ده انا طلع لي زعارف من كتر اكل السمك. بعيدا عن ان انا كنت بحبه، بس انا كنت مجبر عليه. كانش معايا فلوس اجيب حته لحمه. على راي المثل، اللي يلاقي دلع وما يتدلعش يبقى فقري. وانا عشت بقى طول عمري وسط الفقر. من حقي بقى ان اتدلع واعيش شويه. ولا انت ايه رايك يا مرات ابويا؟ اسمي جيهان هاني. وانا اسمي ادهم بيه. كده احنا خالصين. ظهر ان احنا غلطنا لما جبناك هنا. فعلا يا يحيى انت غلطت. ودي اكتر حاجه غلطت فيها انك جبتني هنا. بس بصراحه يا جماعه الموضوع ما يخشش المخ. حتى يعني لو كان واحد شوارعاجي يتيم ابن حرام زيي. خليك محترم. ايه؟ تهيتك ابن حرام؟ انا عشت بقى طول عمري اسمعها. وانا لسه عيل صغير. العيال دايما كانت بتقولي انت ابن حرام. وفي نفس الوقت كان البيت كبير وسطكم وبيدلعكم ابهوات، وانا واللي زيي كنا بنخدم عليكم. انا متاكده انك عشت حياه صعبه، بس برضه متاكده ان زين كان عنده اسبابه. ادهم انت محتاج بس تهدى شويه عشان نعرف نتكلم معاك. ايه اهدى؟ هو في ايه؟ وانت شايفيني مجنون؟ ولا انتوا كنتوا عايزيني اول ما ادخل عليكم اقول لكم يا عطارين وحشني يا اخواتي واخدكم بالحض؟ ادهم في ايه؟ ما انا اول ما جيت القصر كنت زيك بالظبط. انا مفيش حد زيي يا يحيى. انا اللي شفته محدش شافه. فاهم ولا لا؟ انا عشت طول عمري مظلوم. لازم اخد حقي. حقك هتاخده لما توطي صوتك وتحترم البيت ده باللي عايشين فيه. طبعا ده قرارك. ممكن تطلع بره ترفع قضيه تعمل كل اللي انت عايزه، او تفضل عايش هنا معانا في بيتنا بشروطي وانت حر. ده قرارك. قدامه كتير يا عمار؟ لا خلاص هو على الاصول. هو مين ده يا جماعه؟ سلام ابن خالي جاي عشان مغرومه مراته. طيب انت بقى مأمن له؟ يعني مش خايف بعد ما ياخد مراته ممكن يغدر بينا؟ اوعى تنسى اللي حصل. لا لا سلام فاهم وعارف. وبعدين دي مراته يعني لازم يتحرك عشانها. وبعدين انت اكتر واحد عارف. اهلا يا عمار. الحمد لله على السلامة. سلم. الله يسلمك. حسن وعزيز. لين؟ أهلا برجال. إخواتي في الدار. وده سلام اللي حكيت لكم عليه. نورت النوبة سلام. نور بأهلها. سلام. طبعاً أنت عارف اللي ضرب نار على أبوك ما كانش حاجة. بنعرف كل شيء زين يا عمار. الرصاصة اللي قتلت أبوي كانت أهلي. غير السلاح اللي كان في يد أبوك. غير إن أهل القبيلة كانوا موجودين وشاف اللي حصل. القدر. الله يرحمك يا شيخ ابو نصير. المهم انت جاهز؟ جاهز، بس بدنا نعرف ايش راح نسوي بالضبط عشان نكون معكم يد بيد وما نعطلكم. تلاش يا سلام، كل حاجه متظبطه. عمار هيقول لك هتعمل ايه بالضبط. يلا نتكل على الله وان شاء الله هينصرنا. ان شاء الله خير. المستندات اللي معانا تخلينا نقبض على سيف العزازي حالا. بس سيادتك عارف قضايا الفساد اي محامي كبير ممكن يخرجه منها. اه طبعا، بس وجوده في السجن هيخلينا نراقب تحركاته ونقدر نطلع منه معلومات تثبت عليه تجارة السلاح هو وكل اللي شغالين معاه. طيب سيادتك شايف نتحرك امتى؟ امر الضبط والاحضار خلاص طلع،
عايزك تجهز قوة كبيرة لأن في احتمال يبقى في مقاومة. وإحنا عشان نقبض عليه في الفيلا؟ آه طبعًا، بس برضو في احتمال إن يبقى في مقاومة. سيف العزازي عارف إن موقفه ضعيف وإن الوقعة في الوقت ده مش هيقدر يخرج منها. سالك الجميل ده انا الصور. مفيش جمال بيننا يا عمار، احنا اخوات، ربنا معاكم. يلا يا رجاله وضعوا الجميله تاني يا حسن، وقتي باخر مره يا موسى. نفسك قصير يا حسن، هنشوف مين فينا اللي من تاني. خلاص بس ما عادش غضون. خلاص يا موسى، اظن كده مفيش قدامك غير انك تستسلم. لسه قدامك فرصه تطلع كسبان يا موسى، بس خلي بالك اي خطوه مش محسوبه هتدفع ثمنها انت وهي. مش هندفع ثمنها لوحدينا، انت كمان هتدفع ثمنها. لا يا موسى، انا خلاص دفعت الثمن قبل كده، مش ناوي ادفعه تاني. جه دورك بقى، سيبنا يا موسى، خد رجالتك وامشي من الدار. خلي بالك لو هترسى على قتلك هقتلك، حتى لو هموت معاك. تناوي تسيبه حسن؟ ده حاول يقتلك وخطف مراتك وامك. مش عايز الاقي سيدي بالدم يا عزيز، وخصوصا لو دم موسى. انت عارف ان لو جات له فرصه تانيه مش هيتردد وهيقتلك يا حسن. اسكت يا عزيز، لما الكبارات يتكلموا انت تسكت. لا مش هسكت يا موسى، واللي انت ما تعرفوش انا مش زي حسن. أنا كان ممكن أجيبها في راسك، بس أنا مش زيك. طب خليك فاكر يا عزيز إن العين بالعين. لا يا عزيز، مش هينفع نبقى زيه. إحنا خلاص خدنا حقنا. امشي يا موسى، امشي. انا همشي يا حسن، همشي همشي واسيب لك الدار. بس يا ريتك كنت سمعت كلام عزيز، لاني لو قابلتك في يوم من الايام مش هتردد اني اقتلك. ماشي ماشي يا موسى. وانا لو قابلتك تاني
هتردد اني اقتلك. وسعوا رجالة، وسعوا السكة لموسى ورجالته. خلاص ماشيين من دارنا. مع السلامة. هنتقابل يا حسن، هنتقابل.